بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنكمل حل الاتش 9. المره اللي فاتت احنا حلينا البارت الاولاني اللي كان المسائل الخاصه بالريجسترز، النهارده هنحل المسائل الخاصه بالسينكرونس كاونترز. طبعا زي ما انتم عارفين في المحاضره احنا عندنا الكاونترز عندنا نوعين، ريبل كاونترز وسينكرونس كاونتر. الريبل كاونترز بتعتمد على التشينج في الكلوك، ودي مش علينا بالرغم ان هي اسهل. والسينكرونس كاونتر من اسمها باين ان الكلوك سينكرونس، يعني كلهم شغالين على نفس الكلوك، لكن الستيت لكن التشينج بتاع الكاونتر بيزد على التشينج في الستيت بتاع الريجسترز او الفليب فلوب. تعالوا نشوف اول سؤال، بيقول لي ديزاين ا 4 بيت باينري سينكرونس كاونتر يوزنج دي فليب فلوب. بيقول عاوز يعمل 4 بيت باينري كاونتر، 4 بيت يعني 2 اس 4، يعني 2 اس 4 بكام؟ ب 16. يبقى عاوز اعمل كاونتر بيعد من 0 لغايه 15. طب هنحلها ازاي؟ احنا عندنا طريقتين نحل بيها المسائل دي، يا اما تعمل ترو ستيبل من 0 لغايه 15، ويبقى نعمل النكست ستيت، وبعدين نعمل الكي ماب، وبنطلع 4 ايكويشنز ونشتغل على المونيرز الايكويشنز اللي بتطلع زي ما كنا بنحل في مسائل الاناليسز اللي خدناها في الشابتر 5 في الشيت اللي قبل ده. لكن في طريقه تانية، لو بنستخدم الطريقه دي لو كان الكاونترز يعني مش منتظم، مش باترن منتظم، يعني يقول لي مثلا مش همشي 0 1 2 مثلا، يبقى 0 3 5، يعني مش بالترتيب منتظم. لكن لو ترتيب منتظم زي المساله اللي قدامنا دي بنحلها باي انتويشن. تعالوا الاول نحلها باستخدام التي فليب فلوب، وبعدين نرجع نحلها بالدي، هنعرف ليه كمان شويه. ادي انا عملت التيبل عامله جاهز هنا من 0 لغايه 15. تعالوا الاول نحلها باي انتويشن، وكمان شويه هحلها لكم بالطريقه التانية. تعالوا نلاحظ ايه، هنا كان في عند الستيت اللي اسمها اي 0 هنلاقي مالها الفاليو بتاعتها مالها 0 1 1 0 0 1. ايه اللي بيحصل لها؟ يحصل لها كومبلمنت على طول، يعني 0 بعدين 1 0 1 0 1. يبقى اي 0 لاحظت كده ان اي 0 بيحصل لها كومبلمنت ايه على طول، تمام. طب اي 1 بيحصل لها كومبلمنت امتى؟ كانت هنا ب 0 0 بعدين بقت ب 1، بقت 1 امتى؟ لما نلاحظ ان كانت قيمه اي 0 بواحد، ده ايه حصل لها؟ حصل ايه لاي 1؟ حصل لها كومبلمنت. طب ايه اللي يثبت كمان؟ ادي كان 1 وكان اي 0 ب 0 فنزلت 1 زي ما هي، لكن لما اي 0 بقت 1 ايه اللي حصل في اي 1؟ بقت ب 0 حصل لها كومبلمنت. يبقى اقدر استفيد من الكلام ده ان اي 1 هيحصل لها كومبلمنت، يبقى اي 1 هيحصل لها كومبلمنت اف اي 0 بيساوي كام؟ بيساوي 1. طب تعال نشوف اي 2، 0 0 0 بقت 1 امتى؟ لما بصوا هنا بقى 1 1، يبقى خلاص ممكن نلاحظها على طول ان خلاص اي 2 هيحصل لها كومبلمنت لو كان اي 0 اند اي 1 بكام؟ ب 1. يبقى اي 2 هيحصل لها كومبلمنت اف اي 0 اند اي 1 بيساوي كام؟ بيساوي 1. تعال نشوف اي 3 ب 0 0 0 حصل لها 1 امتى؟ تمام، لما كان التلاتة كلهم بكام؟ ب 1. يبقى اي 3 هيبقى هيحصل له كومبلمنت، يعني اي 3 تبقى اي 3 داش امتى؟ اف ان اي 0 و اي 1 اند اي 2 بيساوي كام؟ بيساوي 1. كلام جميل. طيب تعالوا فاكرين احنا قلنا هنحلها الاول بالتي، فاكرين الكاركترستيك تيبل بتاع التي؟ التي بيقول لو كان التي بزيرو ايه اللي بيحصل في الكرنت ستيت؟ بيحصل فيها ايه؟ نو تشينج، بتنزل زي ما هي. طب لو كان 1 بيحصل لها ايه؟ كومبلمنت. يبقى لو انا داخل 1 الكرنت ستيت بتاعتي هيحصل لها ايه؟ كومبلمنت.
طب جميل، تعالوا كده نكتب الأربع معادلات بتوع. طبعا أنا محتاج هنا عندي أربعة ستيت، يبقى محتاج أربعة تي فليب فلوب. هيبقى معادلة أول واحد اللي هو التي زيرو، هو على طول بيحصل له إيه الشباب؟ بيحصل له إيه؟ كومبليمنت على طول. يعني إيه بيحصل له كومبليمنت على طول؟ بإيه؟ الكارنت ستيت بيحصل لها كومبليمنت، يبقى لازم يخش له على طول إيه؟ يخش له 1 عشان يحصل له ايه كومبليمنت. التي واحد هيحصل له كومبليمنت امتى؟ لو كان الاي زيرو بكام؟ لو كان الاي زيرو اف اي زيرو بايه؟ بوان. وتي تو لو اي زيرو اي واحد بوان. وتي ثري لو كان اي زيرو اي واحد واي تو بايه؟ بوان. يبقى لو سمينا ده تي زيرو وده تي وان وده تي تو وده تي 3، وتعالوا نرسم طبعا كلهم شغالين على نفس الكلوك عشان يبقى سنكرونس كاونتر. فتعالوا نشوف تي 1، تي 1 عشان يحصل لها كومبليمنت على طول ايه داخل لها ايه 1. طالما داخل لها واحد يبقى ايه، يبقى كده ايه، يبقى هيحصل له ايه كومبليمنت على طول. طب بدل ما نخليها واحد تعالوا نسميه ايه انيبل. انيبل لو الاي ده بواحد يعني الكاونتر بتاعه هيشتغل، يبقى شكلها اي اذر، يبقى نخلي ده ايه نسميه انيبل. يبقى اول واحد داخله انيبل فيحصل له كومبلمنت. جميل. طيب تي 1 قلنا هتشتغل امتى؟ تي 1 لو كانت اي 0 بواحد، لو اي 0 دي بواحد ده يحصل له ايه كومبلمنت. طب اكتبها ازاي؟ ممكن اكتبها كده اقول له ادي اي 0، عاوز اقول له اي 0 بواحد، اقولها له ازاي؟ عندي ادخلها اندنج مع الانيبل، وطالما ده لو ده كان بواحد واي زيرو بواحد يبقى واحد اند واحد بواحد، يبقى ساعتها هيحصل ايه؟ هيحصل له كومبلمنت. نفس القصة هنا اي تو قلنا هيحصل له كومبلمنت امتى؟ لو كان اي زيرو اند اي واحد بايه؟ بواحد. يعني لو كان اللي قبليه ده بواحد واي تو بواحد هيحصل ايه؟ هيحصل كومبليمنت. يبقى اقدر اخد كده سلكه من هنا وادي اي 2 وداخله مع ده، يبقى لو ده كان بواحد ده اللي هو مين؟ ده لو اي اي 0، يبقى اي 0 بواحد الاتنين دول لو ب 1 وكمان معاهم اند، يبقى هنا ده يعتبر اي اي 0 اي 1. لو الثلاثه دول بواحد ساعتها يبقى ايه ده هيحصل له ايه كومبلمنت. نفس القصة هنا ده هيشتغل امتى؟ لو كان ايه زيرو ايه واحد وايه اتنين بايه وان، يبقى ناخد برضه نفس القصة ادي سلكة منه وادي ايه تو والاتنين يخشوا على ايه على اند، ويبقى هنا يخش على تي ثري. طب ده بقى ده عشان كان اربعة بس، محتاجين اربعة فليب فلوب، فكده المسألة خلصت لو حليناها بالتي. خلي بالكم، طيب افرض لو كان في ستيتش بعديها، يعني لو كان في كمان حاجة بعديها، كنا ناخد ده وبعدين اللي طالع من اي 3 يخش مع ده على اند ويخش في المرحلة اللي بعديها، بس هل في فليب بعديه؟ لا مفيش. فده بقى بنروح بنسميه ايه بقى؟ بنسميه سي اوت. افتكروا الحتة دي. يبقى سي اوت ده معناه ايه؟ لو بواحد الفليب فلوب اللي بعديها يشتغل ويحصل له ايه كومبلمنت. كلام جميل. طبعا دي تعتبر مين؟ ده يعتبر اي اي زيرو اي واحد اي اتنين، لو التلاتة دول بواحد ساعتها ده هيحصل له ايه كومبلمنت. خلي بالكوا احنا كل ده بنحل بالتي، لكن هو طالب مني في المسألة ان انا احلها بمين؟ احلها بالدي. تعالوا نشوف كان هنا ميزة التي لما يجيلي واحد على طول بعرف اعمل ايه، لما يكون داخل الفليب فلوب واحد بيحصل كومبلمنت. تعالوا نشوف مشكلة الدي. الدي لو زيرو بيطلع لي زيرو، لو واحد بيطلع لي واحد، مفيش كومبلمنت، اللي داخل هو نفس اللي خارج. انا محتاج هنا لما يجيلي واحد يحصل لي كومبلمنت. فهنحل المشكلة دي ازاي؟ يبقى انا محتاج هنا لما يجيلي الاي هنا بواحد يحصل اي زيرو، يحصل لها كومبلمنت. ايه يحصل ايه زي يطلع لي ايه زيرو داش. طب انا عاوز احط الكونديشن ده لما يجي لي واحد وداخل على الدي
يطلع لي ايه؟ اي زيرو الاتش. طب نعملها ازاي؟ فاكرين الاكس اور؟ لو كان عندي اكس اور كده، ده عندي اكس اور وعندي واي مثلا، وهنا ايه؟ اكس اور واي. زيرو 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 واحد واحد زيرو واحد واحد، لو الاتنين زي بعض بزيرو عكس بعض بايه؟ بواحد. اللي يهمني من هنا ايه؟ لما كانت الزيرو داخل معاها وان، الزيرو طلعت بكام؟ بواحد. والواحد لما كان داخل معاه واحد طلع بايه؟ بزيرو. فاقدر استفيد من هنا ايه؟ ان اكس اورنج واحد بيساوي ايه؟ اكس داش. لكن اكس اورنج زيرو بيساوي اكس. يبقى انا عشان لو داخل لي واحد مع الاكس، اكس اور هيطلع لي اكس ايه؟ كومبلمنت. يبقى انا كل اللي محتاجه هنا ازود اكس اور، احط اكس اور. لو داخل مع لو الاكس اور، بس اكس اور مين مع مين؟ انا محتاجه، انا بعمل كومبلمنت هنا لمين يا شباب؟ للكرنت ستيت. يعني لو كان داخل لي واحد يعمل لي كومبلمنت للكرنت ستيت. كرنت ستيت اللي هي مين؟ اي زيرو. فهنعملها ازاي؟ يبقى اول معادله، طبعا نخليه هنا ازرق مثلا، هاخد كده اي زيرو تمام، وادخل الاتنين دولت على اكس اور. الاتنين دولت اللي هما مين؟ اي واي زيرو. يبقى هنا ده عشان يشتغل، لو قلت لك اي اكس اورنج اي زيرو، ايه اللي هيحصل؟ لو كانت الاي بواحد، ايه اللي هيحصل في اي زيرو؟ هيحصل لها اي زيرو داش، فيحصل لها اي كومبلمنت. فكده قدرت اعمل ايه؟ كومبلمنت. طبعا ده هيبقى بقى اسمه هنا المره دي دي زيرو تمام. احنا شغالين على الدي تمام. نفس القصة لو كان ده بواحد، فعاوز اعمل لده كومبلمنت، فاروح اعمل ايه؟ برضو نفس القصة، اروح واخد من ده كده وادخل الاتنين دولت على اكس اور. يبقى ده يا شباب ايه؟ اكس اور. اكس اور بين مين ومين؟ بين ده ومين؟ واي تو. يبقى ده معادلة ده يعتبر مين؟ اي اي زيرو اكس اورنج مع مين؟ مع اي 2. فلو ده بواحد، ايه اللي هيحصل في اي 2؟ هيحصل لها كومبلمنت. نفس القصه مع مين؟ مع الفليب فلوب اللي بعديه، هروح واخد اي 2 دخلها اكس اورنج مع ده. يبقى معادله ده مين؟ لو يبقى اي ده كان اي 1 سوري، ده اي 2 اكس اورنج مع مين؟ اي اي 0 اي 1. فلو ده كان بواحد، هيحصل لاي 2 هيحصل لها كومبلمنت. هنا نفس القصه، هيبقى شغالين مع الدي، هروح مدخل اي 3 كومبلمنت مع مين؟ مع اللي جاي من هنا. الاتنين داخلين على اكس اور اهو، وداخل هنا، فبقت معادلة ده مين؟ يعتبر اي 3 اكس اورنج مع مين؟ مع اي اي 0 اي 1 اي 2. فده لو كان بواحد، فاي 3 اكس اورنج بواحد هيديني اي 3 داش، وساعتها هيحصل لي ايه؟ كومبلمنت. ويبقى ده هو حل المسألة الايه؟ النهائي. تعال نشوف المسألة اللي بعديها. بيقول لي ستة تمنتاشر، what operation is performed in up down counter. طب بالمناسبة برضه قبل ما نخش في السؤال ده، خلي بالكوا كده، أنا عملت الكاونتر ده بيعد من كام؟ من زيرو لخمستاشر، يعني ده اسمه كده up counter، يعني بيعد من تحت لفوق، يعني زيرو واحد اتنين بيزيد. عاوز اعمل داون كاونتر اعدي بالعكس، هيبقى 15 ينزل 14 13. اعمل الدايره دي ازاي؟ هي نفس المساله، يعني هو نفس السؤال ده، بس بدل ما هشتغل على اي زيرو هيبقى الاول مين؟ اي داش. اي داش هشتغل على الاي داش، هي نفس الرسم، بس بدل ما هاخد هشتغل من ده، لا هشتغل على مين؟ على الكومبلمنت، وهي نفس الرسم، وده ساعتها هيبقى داون ايه؟ كاونتر. يبقى الاب بشتغل على اي 0 اي 1، لكن الداون بيشتغل على مين؟ على الكومبلمنت.
وهي نفس الايه الديزاين. بس هنا السؤال ده مش بيقول لي اعمل ديزاين، هو ده السؤال اللي خدته في المحاضره، يعني الرسمه دي هتلاقوها في السلايد. هنا بقى بيقول لي ايه في مشكله في الديزاين ده، ايه المشكله؟ بيقول لي ده اسمه اب داون كاونتر. بيقول لي لما الاب والداون الاثنين بواحد ايه اللي هيحصل لو الاثنين كان بواحد؟ تعالوا نشوف الديزاين ده. ده داون يعني يعد من تحت لفوق، من فوق لتحت، واب من زيرو لغايه كام؟ يعد تصاعدي، لكن داون بيعد ايه تنازلي. فده داخل واحد والاب هنا بواحد يبقى زيرو، فهيطلع هنا زيرو، فبقى الداون كام؟ بزيرو، لكن الاب هيفضل زي ما هو بواحد. فالرسمه دي الديزاين ده هيخلي الكاونتر يشتغل ايه؟ يشتغل اب. يبقى في حاله دخل لي 1 1 هيشتغل برضو اب. هو بيقول لي لا، لو دخل 1 1 خلي الاتنين يبقوا بزيرو، يعني لا يعد اب ولا يعد داون. فنعدل الديزاين ازاي؟ بطريقة بسيطة خالص، مش هو هنا بيطلع زيرو، خلاص هنخلي الأب كمان هو كمان بإيه؟ بزيرو، بنفس الفكرة اللي هو عاملها هنا، أروح واخد من الداون، آخد، ممكن من هنا كده، آدي الداون، وأروح مدخله على نوت، وأروح مدخل ده، وأروح مدخله مع مين؟ أندنج مع مين؟ مع الأب. ويبقى هو ده بقى الايه الرسم. بس كده يبقى كل هزود، هزود هنا نط، وهزود هنا ايه اند، اند داخله مع الاب هنا، يبقى زودت نط وزودت ايه اند. تعالوا نخليها تبقى واضحه شويه، يبقى كل اللي هعمله هنا هروح حاطط نط داخله اندنج مع مين؟ مع الاب. فبالتالي هنا كان 1 فهيطلع هنا هيبقى خلاص ده بزيرو، فهيطلع كمان هنا زيرو، زيرو مع 1 هيطلع هنا زيرو، فزيرو زيرو، فبالتالي مش هيحصل تشينج في الدايره، فبالتالي مش هيبقى في مشكله. وكده هو ده السؤال. بس كل هنزودها هنزود بس نوت وايه واند على الايه على الرسم. سؤال 26 هنا بيقول لي close the binary counter with parallel load in figure 6.14 in a block diagram showing all input and output. ده السؤال 26 بيقول لي في الفيجر ده بيوضح لي حاجة اسمها 4 bit binary counter، counter برضه 4 bit بيعدي من 0 ل 15. أول سؤال في نقطة رقم إيه بيقول لي show the connection of such block to produce a 16 bit A counter with parallel A with parallel loop. هنا بيقول لي بس وضح الكونكشن اللي على الرسم، يعني مش سؤال حقيقي يعني، بس بيقول لي ايه وضح بس البنز دي بتاعت ايه. فتعالوا نوضحها له، مفيش مشكلة. ادي الكاونتر بتاعي، طبعا ده بلوك دايجرام، وادي ده 4 بت باينري كاونتر. عندي ايه؟ اكيد الكاونتر بتاعي هيبقى عندي الاربع اوت بتوعي، الاربع بت الاوت، يبقى هنا ده الاوت، وهيبقى عندي اربع انبوت، عشان لو حبيت، خلي بالك ده عشان لو حبيت اعمل لود، يبقى هنا ده الاوت وده الانبوت، وعندي اربع كنترولر، الكنترولر الاولاني كنترولر اسمه كاونت، الكاونت ده زي الانيبل، لو بواحد الكاونتر بتاعي يشتغل. عندي الكلوك اللي هشتغل عليها سواء بوزيتيف ايج او نيجاتيف ايج، وعندي حاجه اسمها كلير، ده كلير يعني عاوز اخلي امسح كل القيم اللي موجوده في الكاونترز بتاعتي، واخر واحد لود. اللود ده لو بواحد ايه اللي هيحصل؟ هعمل لودنج للداتا جديده، تمام. يبقى اللود ده بيعمل ايه؟ بيلود داتا للريجستر. فاضل ايه بس؟ فاضل سي اوت. فاكرين، شوف فاكرين في اول سؤال خالص قلت لك سي اوت، ايه لازمة سي اوت؟ لو فاكرين في اول قلت لك لو سي اوت
سي اوت ده بواحد، النكست ستيج بتاعتها الكاونتر اللي بعديها هيحصل له كومبلمنت وهيشتغل وهيخش معايا في الايه في الكاونت. فالسي اوت لو بواحد الكاونتر اللي بعديها ايه الفليب فلوب اللي بعديها هيشتغل. فدي نقطه ايه. بيقول لي بقى في بي بيقول لي كونستراكت باينري كاونتر ذات كاونت فروم 0 لغايه 127. عاوز اعمل كاونتر يعد من 0 لغايه كام؟ 127. طيب طبعا ده كده بيعد اخره كام؟ ده 4 بت، يعني اخره 1 2 3 4، يعني اخره 15. لو عاوز اخليه يعد لغايه 127 127 يعني احط كمان ايه 3 1، يعني محتاج ايه كمان 3 بنز. لكن انا لو استخدمت كمان واحد من ده هيبقى كده عندي 4، فانا محتاج الكاونتر بتاعي يبقى ايه. يبقى انا هلاحظ منشن باي انتويشن، يبقى هستخدم كاونتر يعد عشان يطلع لي 4 بت الاولانيين، واستخدم 4 بت كاونتر تانيين عشان يطلع لي 4 بت التانيين، بس انا محتاج منهم 3 والاخير يبقى بكام؟ اخر بالنهايه تبقى 0. فكده هقدر اعد كام؟ 127. فكل اللي هعمله هعيد نفس الرسمه دي تاني هنا اهو اهو، وهنا السي اوت بقى تمام. السي اوت هنا هتخش على الانيبل اللي اسمه كاونت، فاول ده ما يخلص عد يبقى ده هيروح ايه يبتدي يشتغل ودوت الاربع اوت بتوعي. وطبعا الكلوك الاتنين شغالين على نفس الكلوك والفاريبل اللي اسمه كلير، وكمان مين اللود هنا، مين اللود ده يبقى 4 بت. السؤال ده مهم بيجي كتير، وهنا لود عاوز اعمل لود للفاليو، وهنا هيبقى سي اوت عشان لو عاوز اعمل ايه لو في في كاونتر عاوز ازود السايز بتاع الكاونتر بتاعي. جميل كده، بس هنا في مشكله. ايه هي بقى المشكله؟ هو الغلط كده هو تمام، اول بقى يوصل ل 128 يعني ايه اللي بعد 127؟ اللي بعد الرقم ده هيبقى 1000000. هيبقى 128، انا محتاج يعد لغايه كام؟ بس 127. طب اعمل الموضوع ده ازاي؟ فانا محتاج اول ما يوصل ان اخر بالنهايه دي تبقى بواحد، عاوز ارجع اصفر الايه الكاونتر بتاعي. ففي تريكه سهله خالص، مش انا عندي فاريبل اسمه لود، لود ده لو بواحد هيحمل فاليو جديده، فانا هخلي اللود ده لو بواحد يعمل لود بايه بزيرو. طب امتى اعمل تريجر للود بواحد؟ اول ما البت الرابع ده يوصل ل 1 هدخله على ايه؟ على الفاريبل اللي اسمه لود. يبقى ده كده اهو داخل على الاثنين دولت. اول ما البت الرابع هنا يوصل لواحد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فاريبل لود، فهيحصل ايه؟ هيروح عامل لودنج بفاليو جديده اللي هي كام؟ اللي هي ايه؟ زيروز. وبكده اقدر ايه؟ ارجع اعيد اعمل ريسيت للكاونتر بتاعي، واقدر ايه؟ اشتغل على ايه؟ اشتغل من اول جديد. والسؤال كده خلص. يبقى بس هم حاطين اثنين كاونتر 4 بت جنب بعض، كنت محتاج منهم 7، الرابع البت الثامن قصدي استخدمته از تريجر او كنترولر لمين؟ للفاريبل اسمه ايه؟ لود. ليه عملت كده؟ عشان مش محتاج البت الثامن، اول ما يوصل لواحد اعمل لودنج الفاليو بكام؟ بزيرو، فبالتالي الكاونتر بتاعي يتصفر واقدر اكونت من اول وايه وجديد. تعالوا نشوف سؤال 624، سؤال جميل جدا. بيقول لي هنا بقى ايه؟ شوف بقى احنا فاكرين في السؤال الاولاني قلت انت ممكن تحل بطريقتين، ممكن تعمل التروث تيبل بتاعك وتشوف الباترن بتاعك شغال ازاي والستيت بتاعتك بتتغير ازاي، ولو ده بواحد يبقى اللي بعديه يحصل له كومبلمنت وهكذا زي ما حلينا في السؤال الاولاني، بس ده لو كان الباترن منتظم يعني الارقام ايه شغاله ورا بعض مفيش سكيب ستيت او حاجه. لكن تعالوا بقى في المساله دي بيقول لي اعمل كاونتر بيعد زي السيكونس ده 0 بعديها 1 بعديها 3 بعديها 7 بعديها 6 بعديها 4، سيكونس غير منتظم. يبقى محتاج اعمل 0 تروح للواحد
والواحد يروح للتلاتة، والتلاتة تروح للسبعة، والسبعة تروح للستة، وبعدين الستة يروح للأربعة، وبعدين الأربعة ترجع لمين بقى تاني؟ للزيرو. السيكونس ده سيكونس غير منتظم، فمحتاج أعمل ديزاين ليه، فمش هينفع بالطريقة اللي احنا حلينا بيها أول سؤال. هنحلها بقى بالطريقة العادية بتاعتنا، اللي احنا نجيب النكست ستيت وبعدين نطلع الايكويشنز ونرسمها. فتعالوا نعمل هنا. طبعا النكست ستيت ده هعرفها منين؟ النكست ستيت يعني ده كان زيرو، المفروض زيرو هيروح لمين بعديه؟ النكست ستيت بتاع الوان، يبقى النكست ستيت بتاع ده مين؟ الواحد. بتاع الزيرو هو الواحد، والواحد هيروح للتلاتة، التلاتة اللي هو الباينري بتاعها زيرو واحد واحد، والتلاتة والتلاتة هنا التلاتة هتروح لمين؟ التلاتة هتروح لسبعة، يبقى هنا وان وان وان، وبعدين السبعة هتروح للستة فيبقى وان وان زيرو، وعند الستة هتروح للأربعة، أدي الستة هي تروح للأربعة اللي هي وان زيرو زيرو، وعندي الأربعة هترجع تاني لمين؟ للزيرو. ويبقى عندي الستيت اللي اسمها رقم اتنين وستيت رقم خمسة، مالهم؟ مش بستخدمهم، فهعتبرهم دونت كير. دونت ايه؟ دونت كير. طب استوب على كده، لا كاتبين في الشيت اللي احنا كنا بنحل فيه ازاي نحاول من نعمل implementation او نعمل conversion between flip flop، يعني نحاول من دي لتي وتي وهكذا. فكنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بعد ما نجيب النكست ستيت كنا بنجيب بقى القيم اللي داخله للفليب فلوب. فكنا بنجيبها ازاي؟ بالاكزيتيشنال تيبل. الاكزيتيشنال ايه تيبل؟ فاكرين الاكزيتيشنال تيبل بتاع التي؟ التي سهل بقى. التي كان عباره عن ايه؟ ادي الكيو تي، الكيو تي بلس 1، ادي 0 0 0 1 1 و 0 1 1. والكاركترستيك تيبل بتاع التي لو 0 بيديني كيو تي زي ما هو، لو 1 يديني كيو تي. فالتي اسهل واحد فيهم هو دي. ادي ده 0 0، طالما النكست ده ب 0 هتنزل زي ما هي، لكن لو ب 1 هيعمل لها كومبلمنت. ده 0 يبقى ال 1 ينزل زي ما هو، ده 1 يحصل له ايه؟ كومبلمنت. فلو انت حتى مش حافظ الاكزيتيشن تيبل بتاع التي، ممكن على طول تجيبها من النكست ستيت على طول. هنجيبها ازاي مثلا؟ ادي ده كيو كيو 3 ده بزيرو، يبقى اي 3 تنزل زي ما هي، اي 2 بزيرو يبقى اي 2 تنزل زي ما هي، اي 1 بواحد يبقى اي 1 يحصل له كومبلمنت، يبقى ده هينزل يبقى 0 0 1. هنا عندي اول واحده هينزل زي ما هو، وبعدين اعمل ايه؟ كومبلمنت الاثنين التانيين عشان هنا ب 1، طبعا ده دونت كير فينزل زي ما هو. هنا 1 1 1 فهيعمل الثلاثه كومبلمنت، يبقى 1 0 0، التلاتة دولت زيرو يبقى ينزل زي ما هو، وان زيرو زيرو. هنا التلاتة اكسات يبقى دونت كير، ده وان زيرو زيرو، يبقى اول واحد بس بتعمل له كومبلمنت يبقى زيرو وان زيرو. هنا الاتنين بوان يبقى اول اتنين بس اللي عملهم كومبلمنت يبقى زيرو زيرو اي وان. كلام جميل. تعالوا نعمل ايه بعد كده؟ تعالوا نجيب الايكويشن، تعالوا نجيب ايكويشن بتاع تي 3. تي 3 عندي الاول، عندي دونت كير في 2 و5، وعندي وانز فين؟ في 3 و4. فاخد ايه؟ اخد الاثنين دولت والاثنين دولت، فتبقى معادله التي عباره عن مين؟ ادي A3 داش O-ring مع هنا مين؟ هنا يبقى مين؟ A3 داش و A2، هنا كمان مين؟ A2 O-ring مع مين؟ هنا يبقى مين؟ هنا يعتبر A3 و E2 داش. ده الشكل ده بيفكرنا بمين؟ مظبوط، بالإكس أو، يبقى ده يعتبر A3 إكس أورينج مين؟ A2.
كلام جمع. جبنا كده معادلة الـ A3، تعال نجيب معادلة مين بقى؟ T2. T2 عندي واحد فين؟ في واحد وفي ستة، في واحد وفي ستة، فأكيد هاخد الاتنين دولت والاتنين دولت، فهيبقى T2 معادلة T2 الاتنين دولت اللي بيعتبروا مين؟ A2 داش A1 O-ring مع A2 A1 داش، فتبقى T2 بإيه؟ مظبوط، A2 إكس O-ring A1. تعالوا نشوف معادلة S3. أو T3، احنا جبنا T3 و T2، يبقى فاضل T1. T1 عنده واحد فين؟ في 0 وفي 7، في 0 وفي مين؟ وفي 7. يبقى T3 عندي هاخد الاتنين دولت وهاخد ده، هاخده مع مين؟ مع ده. فيبقى T3 هتساوي A3 A1 O-ring مع A3 داش A1 داش، ده اللي هو يعتبر مين؟ يعتبر مظبوط، يعتبر إكس نور، اللي هو X3 إكس O-ring A1 بكل A كومبليمنت. كلام جميل. يبقى احنا كده جبنا الثلاث معادلات بتوع مين؟ بتوع النيكس ستيت. نشوف بقية السؤال كان طالب مني فيه ايه. يبقى ده الثلاث معادلات اهم بتوع الايه التلاتة. تعال نشوف بقية السؤال طالب مني، بيقول لي show that when binary states 010 and 10 اللي هي 2 و5 لما are considered as don't care condition، لما اعتبرت الاثنين وخمسة don't care the counter may not operate properly. يقول لي ان الكاونتر لما اعتبرت الستيت اتنين وخمسة don't care الكاونتر بتاعي مش هيشتغل مظبوط. فانت اثبت الكلام ده ويدور على طريقة تصحح بيها المشكلة دي. زي المسألة فاكرين اللي حليناها المرة اللي فاتت، هي كان عندي states invalid state بتروح ل invalid state تانية وبخش في لوب والكلام ده ما كانش مظبوط. تعالوا نشوف الكلام ده نسبته احسن. تعالوا نمسك ادي التلاتة تي 3 دي اللي بحسب بيها ال next state بتاعتي. فتعالوا مثلا 0 1 0، فهمسك ده اللي هي state اللي اسمها 0 1 0، هجيب ال next state بتاعتها. اجيبها ازاي؟ اجيبها من الثلاث معادلات ايه؟ الثلاث معادلات دول، يعني اعوض في الثلاثه ايكويشن دول عشان اعرف مين النكست ست بتاعتها. فعندي ده كده معناها ان ده كده ده قيمه A3 و A2 و A1، ومنهم اجيب بقى قيمه T3 و T2 و T1 من الثلاث معادلات دي، ساعتها اعرف النكست ست. فA3 اعوض بقى بالثلاثه دولت في الثلاث معادلات دي، A3 و A2 هنا 0 1، يبقى اكس ده اكس اورنج واحد بيدينا كام؟ هيدينا واحد. تعال نشوف T2 A2 بواحد و A1 بزيرو، 1 اكس اورنج زيرو بكام؟ بواحد مظبوط. بس سوري يا شباب هنشوف نستنى بس، يبقى هنا زيرو وبعدين هنا اخر واحدة زيرو A3 و A1 A3 و A1 زيرو وزيرو 0 اكس اورنج 0 0 ودونت في نوت هنا يبقى بكام؟ بواحد. خلي بالكوا ده ايه؟ ده اللي كده ده كده النكست ستيت. انا عاوز اعرف بقى لما يكون 1 1 1 زي ما عملنا هنا، لو كان داخل لي 1 0 0 ما كان داخل لي 1 1 0 كنت بعمل ايه؟ بعمل كومبلمنت للفاليو دي، لان القيم دي كده النكست ستيت، حسبت النكست ستيت. فلما النكست ستيت بتساوي 1 1 1 ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيخش لي تي؟ ايه المفروض اللي يطلع؟ فهيحصل لي لده كومبلمنت، فده هيبقى قيمته كام لما يحصل له كومبلمنت؟ ليه كومبلمنت؟ طالما داخل لي 1 بعمل كومبلمنت، فده هيبقى 1 0 1. يبقى 0 0 0 هتروح لمين؟ ل 1 0 1. ليه عملت الحته دي تاني؟ ده مش دي،
خلي بالكم احنا شغالين تي فليب فلوب، تي فليب فلوب لو داخل لي 1 ايه اللي بيحصل في الكرنت ستيت؟ بيحصل لها كومبلمنت. فال 0 1 0 راحت لمين؟ ل 1 0 1 اللي هي تعتبر يعني انفاليد ستيت، راحت لانفاليد ستيت ثانيه. تعالوا نشوف بقى لو كان داخل لي 1 0 1، يعني العكس لو كان 1 0 1 هحسب القيم بتاعتها برضو. هنشوف برضو نفس القصه، هنشوف هندخل يبقى ده ال A3 A2 A1 ونحسب. ف A3 و A2 فهيدينا كام؟ برضو 1 A3 و A2 يبقى هيدينا 1، وهنا هيدينا برضو 0 و 1 هيدينا 1، وهنا 1 و 1 ب 0 و دونت كير يبقى ب 1، يبقى نفس القصه 1 0 1 هيبقى التي بتاعها 1 1 1، يعني محتاج اعمل كومبلمنت لكل واحد قصاده يبقى 0 1 0. ايه ده؟ يعني 1 0 1 هتروح لمين؟ ل 0 1 0، يعني برضه هتروح لمين؟ ل 0 1 0. ده ايه ده؟ ده لو جاء يعني كده، انت تخيل بقى الكاونتر بتاعك هيخش في انفينيتي لوب، كان في 0 1 0 ده انفاليد ستيت، هيروح رايح ل 1 0 1 1 0 1، النكست ستيت بتاعته مين؟ 0 1 0 اللي هي انفاليد ستيت برضه، فاخش في انفينيتي لوب، فالكاونتر بتاعي مش هيشتغل. فانا محتاج اكسر الانفينيتي لوب بتاعتي دي. فبالتالي انا محتاج اكسر اللوب دي. اكسرها ازاي؟ فانا عندي ده valid invalid state بتروح لinvalid state، اخلي invalid بتروح لvalid state. فممكن هجرب sequence كتير، بس الافضل هو السيكونس ده اللي هو 101 يروح ل 010 invalid بتروح لinvalid. بعدين نكسر بقى اللوب، بدل ما ترجع لها تاني تروح لمين؟ تروح ل مثلا اخر رقم عندي هيبقى كام؟ 4. اشمعنى 4؟ طبعا انت ممكن تستخدم اي رقم تاني، تستخدم 0 1 2 0 1 و4 و6 و7، بس لو لاحظنا ان ممكن تستخدم 0 او 4 بحيث او تستخدم بحيث ان 4 اخر رقم، اول ما يروح لاخر رقم يرجع تاني ل 0 ويعيد العد تاني من اول وجديد كلوجيكال افضل. لما هنشوف كمان شويه في الديزاين، لو جربت صفر او تلاته او خمسه او سبعه او اربعه او اي رقم غير الاربعه هيبقى الديزاين اصعب شويه، لكن اي واحد فيهم صح. في حسب بقى الديزاين جديد، تعالوا نحط بقى القيم هنا، هيبقى الخمسه تروح للاتنين والاتنين تروح للاربعه. فهنا الاتنين هتروح للاربعه، يبقى هنا الاثنين تروح للأربعة والخمسة تروح للاثنين. فيبقى هنا التيبل بتاعي يبقى أو شوف بقى الفاليو الجديدة بتاعته تبقى 1، نعمل كومبلمنت الاثنين دولت يبقى ده هينزل زي ما هو، يبقى 1 1 0. بالنسبة لده 0 0 يبقى ينزل زي ما هو، بس اللي في النص اللي هنعمله كومبلمنت يبقى 1 1 1. وتعالوا نحسب الايكويشنز بتاعتنا على اساس التيبل الجديد. تعالوا نشوف تي 1، تي 1 عندي 1 فين؟ تي 1 عندي في او تعالوا نشوف تي 3 مثلا، تي 3 تي 3 هتبقى عندي في 2 و3 و4 و5، اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. هنلاحظ اللي هي عطور مين؟ A3 الاتنين دولت A3 A2 داش O-ring مع A3 داش A2 اللي هتتعود، فالمعادلة بتاعتها تعتبر زي ما هي، ما فيهاش ايه تغيير. تعالوا نشوف T2، T2 هيبقى عندي ونز فين؟ تي 2 عندي الونز في 1 و2 و5 و6، في 1 و2 و5 و6، فهاخد الاثنين دولت مع الاثنين دولت، فده يعتبر A2 A1 داش، فهتفضل المعادلة زي ما هي مفيهاش تغيير. تعالوا بس نشوف A T1،
تي 1 هيبقى عندي في 0 وفي 5 وفي 7، في 0 وفي 5 و7، فهاخد الاثنين دولت، ده هاخده لوحده، بالتالي الاثنين دولت اللي هم يعتبروا E3 A1 O-ring، ده اللي يعتبر مين؟ A3 داش A2 داش A1 داش. فبالتالي T1 معادلته هتتغير، يبقى A2 كمان E1 داش، بالتالي دي مش هتبقى المعادلة دي خلاص كده، دي مش داخلة معايا، وتبقى دي هي الثلاث معادلات النهائية اللي هرسمهم على الدايجرام بتاعي. تعالوا نشوف T3 كان عبارة عن A3 E2 الاتنين داخلين على XOR، بينما T2 كان عبارة عن E2 داخلة مع A1 الاتنين داخلين على XOR، بينما T1 كانت عبارة عن OR داخل لها 2 AND، الأند الأولى عبارة عن A3 E1 والأند التانية كانت عبارة عن A3 داش A2 داش A1 داش. وبكده تبقى المسألة بتاعتي خلصت. تعالوا نشوف مسألة 26. 26 بيقول لي بقى هنا دي أسهل، بيقول لي يوزنج دي فليب فلوب. اشمعنى أسهل؟ عشان دي مش هنتلخبط في حتة إن النكست ستيت أحسبه وبعدين أرجع أشوف بقى قيمة التي هيبقى داخل كام. ليه؟ اشمعنى؟ لأن دي كاركترستيك ايكويشن بتاعه، لو جالي 0 هيخش 0، جالي 1 هيخرج 1، فمفيش بقى حتة الكومبلمنت واللخبطة اللي كانت موجودة في التي. بيقول لي بقى في المرة دي بيقول لي ديزاين كاونتر السيكونس ده 0 1 2 4 6. فكده انا اول حاجة انا عرفت ان اقصى حاجة 6. 6 يعني اللي هي كام اللي هي 1 1 0، يعني كام بت؟ يعني 3 بت. يبقى انا محتاج اعمل كاونتر 3 بت، يعني محتاج ايه؟ من 0 لغاية 3، يعني 2 اس 3 بكام؟ ب 8، يعني من 0 لغاية كام؟ 7. واشوف السيكونس، السيكونس بيقول لي 0 1 2 4 6، يعني الصفر بيروح للواحد والواحد بيروح للاتنين والاتنين بتروح للأربعة والأربعة بتروح لمين؟ للستة، والستة أكيد هترجع لمين بقى في الآخر؟ هترجع للزيرو. طيب 3 و7 مقليش عليهم حاجة، هعتبرهم ايه بقى؟ دونت ايه؟ دونت كير. ده مين؟ 3 و5 و7. لو هو طبعا الدونت كيرف اول هنشوف هنحل المسألة على الكلام ده. طالما ما قاليش بقى زي المسألة اللي قاليها، هل الدونت كيرف بتعمل مشاكل ومش عارف ايه، فحاول تحل solve this problem. طالما ما قاليش خلاص، لو قال لي لازم بقى اشوف هتشيك الفاليد ستيت والانفاليد ستيت واشيك بيحصل مشاكل ولا لا. طالما ما قاليش خلاص هحل ايه؟ الحل الطبيعي بتاعي. تعالوا نمسك، محتاج اجيب معادلة دي 3، نكتبهم هنا. الدي 3 عندي وانز فين؟ عندي الاول دونت كير في 3، هيبقى 60 في كله في 3 و5 و7، في 3 و5 و7. عندي وانز فين؟ عندي وانز في 2 و4، في 2 و4، فأكيد هاخد مين؟ هاخد الاتنين دولت، والاتنين دولت ده اللي يعتبر مين؟ يعتبر A3 داش A2 O-ring مع A3 A2 داش، لا تعتبر مين؟ A3 XORing A2. تعالوا نشوف D2، D2 عندي وانز فين؟ عندي في 1 و4، انا محتاج احسب D2، هاخد الاربعة دولت مع بعض والاتنين دولت مع بعض، فيبقى عندي الاربعة دولت لما يعتبروا مين؟ يعتبروا A هنا A3 E2 E1، يبقى A1
equal O-ring ده A1 انا مش A0 خلاص احنا مسمينها A1 خلاص نمشي عليها A1 والاثنين دولت يبقى A3 A1 لا كده في حاجة مش مظبوطة هنا A1 O-ring ده هنا مين الثابت A2 يبقى A2 داش يبقى D2 هتساوي A1 O-ring مع A3 A2 داش تعالوا نشوف آخر حاجة اللي هي مين D1 دي 1 عندي 1 فين بس ما عنديش غير 1 مين في الزيروز ما ينفعش اخدها مع ده فهاخدها الايه لوحديها فيبقى دي 1 هتساوي اي 3 داش اي 2 داش اي 1 داش طبعا ذنب باكد تاني طالما ما قاليش في المساله تشيك الفاليد ستيت والانفاليد ستيت بتاعه دونت كير طالما ما قاليش فمش محتاج اعمل فعلى طول هروح راسم الرسم على طول طبعا ده بقى اسمه دي 1 ده دي 2 ده دي 3 وده اي 1 وده اي 2 وده هيبقى اي 3 دي 1 داخل لها مين داخل لها اندنج بتوين اي 3 داش اي 2 داش و اي 1 داش و D2 عبارة عن O-ring between E1 و ending between E3 و E2 داش بالنسبة ل D3 كانت عبارة عن XORing E3 XORing E2 ممكن نجيبها من هنا ومعاهم مين اي 2 تبقى المسألة كده ايه خلص قال لي بقى تشيك بقى الانفاليد والفاليد ستيت هنعمل زي ما عملنا في المسألة اللي قبل وهتبقى اسهل يعني منها شوية ليه لان ما عنديش قصة التي والكومبلمنت والكلام طالما ما طلبش مني خلاص فاحنا كده حلينا اول جزء اللي هو ديزاين والدروب بتاع اللوجيك ايه دياجرام كانت في المسألة برضو اللي قبلها ما كانش مطلوب منك ترسم الرسمة دي لان ما قاليش اعمل درو للوجيك دايجرام هو اعمل ديزاين ديزاين هيطلع الايكويشن قال لك كمان اند درو يبقى ترسم الرسمة هنا بقى طالب مني ايه يقول لي بقى في سي وفي دي يقول لي ديزاين كاونتر ويز ذا فولونج ريبيتد باينري سيكونس 0 2 4 6 8 اكبر رقم عندي كام 8 8 اللي هو يعتبر كام 1 0 0 0 انا محتاج اعمل كاونتر بايه كام ستيت 4 ستيت يبقى هحتاج 4 فليب فلوب فتعال نشوف هنحل المساله دي ازاي نشوف السيكونس بتاعنا زي ما عملنا هناك هيبقى 0 بيروح لمين ل 2 فهنا يبقى 2 اللي هو 0 0 1 0 و 2 بتروح ل 4 هو 0 1 0 0 و 4 بتروح ل 6 و 6 بتروح ل 8 و 8 هتروح ترجع لمين ايه ل 0 والارقام الفردي كلها هتبقى ايه هنا دونت كير دونت كير دونت كير طيب الارقام بقى من 9 لغايه 15 كلها تبقى ايه دونت كير يبقى انا من اول 9 10 11 12 كل ده هيبقى ايه دونت كير بلس كمان مين بلس الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة بلس واحد وثلاثة وخمسة وسبعة كل ده هيبقى ايه دونت كير هنلاحظ دايما ان دي زيرو كام دي زيرو على طول قيمتها بزيرو انا هعتبر الاكسات دي زيرو فعلى طول دي كام زيرو
وتعالوا بقى نحسب مين، دي واحد ودي اتنين ودي ايه ودي تلاتة. انا محتاج بقى دي واحد ودي اتنين ودي ايه تلاتة، دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة. دي واحد عنده ونز فين؟ عنده ونز في زيرو وفي اربعة، عندي واحد هنا وواحد هنا، ممكن ايه اخد الاربعة دولت، الاربعة دولت على طول هيبقوا مين؟ هيبقى اي 3 داش اي 1 اي داش، اي 3 داش اي 1 اي داش. ممكن نكبر عشان تبقى الارقام دي تبان. يبقى هنا اي 3 داش اي 1 اي داش مظبوط. ده كده دي 1. تعالوا نشوف دي 2. دي 2 عندي ونز في 2 و4، في 2 و4، فممكن اخد ايه ده هاخده مع الاربعة دولت، وده ممكن اخد الاتنين دولت مع الاتنين دول، فده يعتبر مين؟ يعتبر اي 2 اورنج مع اورنج مش اكس اور، اورنج مع اي 2 داش فده يعتبر مين؟ ده يعتبر اي 2 اي 1 داش، اي 2 اي 1 داش اورنج مع ده يعتبر مين؟ يعتبر اي 2 داش اي 1 اللي هو يعتبر مين؟ اي 1 اكس اورينج اي 2. دي 3 اخر حاجة، دي 3 عنده 1 فين؟ هو عنده 1 وحيد عند الستة هنا، فاقدر اخد الاربعة دولت، فيبقى مين؟ اي 2 مع الاي 1. وكده يبقى الرسم، ارسم بقى الرسمه بتاعتي. عندي الصغر عشان نقدر نشوف الدي 0 على طول، الدي 0 على طول بيخش له 0 وبيطلع زيرو. انا مكنتش محتاج كمان الفليب فلوب ده، ممكن اعمل السلكاية بتطلع زيرو على طول. الدي 1 بيخش لها اي 3 داش مع اي 1 داش، دي 3 داش مع دي 1 داش، او ممكن تجيب الاي 1 داش من هنا والدي 3 تجيبها من هنا. والدي 2 عبارة عن اي 1 اكس اورنج اي 2، دي 1 و اي 1 اكس اورنج اي 2. اخر حاجة الدي 3 عبارة عن اي 2 اند اي 1، وكده يبقى الشيت اي الشيت خلص. طبعا برضو طبعا ما طلبش مني ان انا اتشكل ان فاليد ستيت والفاليد ستيت، فمش لازم اعمل.